أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا ومنذ لحظات أعلنت انطلاقات أيضا الشوط الثاني من أشواط الصعوب، شوط خاص بالجعدان ويعتبر الشوط الرئيسي للجعدان في هذا الصباح الجميل من أشواط الصعوب أيضا والتحديات المثيرة في هذا الصباح الجميل. نتابع الصدارة، نتابع البداية، وأرى هناك أيضا التبر من قاد المجموعة سعد بن سالم بن بخيت القمزي أيضا متابعا لانطلاقة التبر اللي اندفع بناموس هذا الشوط. المركز الثاني مدهش لسالم بن سعيد بن كاسم المسافري، ومع المركز الثالث التبر لمحمد بن مبارك بن مرخان الكتبي. نعود مع المركز الرابع، وأرى التسلل من معاهد عبد الله بن علي بن سليم العويسي، والقدوم أيضا مع المركز الخامس انطلاقة الفارس لسعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع التبر اللي انطلق بالصدارة منذ البداية مشاهدينا متابعينا الكرام. وسعد بن سالم بن بخيت القمزي من يتابع انطلاقة التبر، بدأ يباعد المسافة وينطلق أيضا بناموس هذا الشوط مبكرا. المركز الثاني التحديات في هذه اللحظات من معاهد لعبد الله بن علي بن سليم العويسي، ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع التبر واللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة. التبر سعد بن سالم بن بخيت القمزي على الصدارة متابعا لانطلاقة التبر، وبدأ يباعد المسافة، بدأ ينطلق أيضا في اللحظات الأخيرة. تهانينا لسعد بن سالم بن بخيت القمزي على فوز التبر بالمركز الأول ولحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني لعبد الله بن علي بن سليم العويسي، المركز الثالث يصل في مدهج سالم بن سعيد بن كاسم المسافري. هذه النتيجة، نعود بالتهنية لسعد بن سالم بن بخيت القمزي على فوز التبر بالمركز الأول. دقيقتين 13 ثانية توقيت.